انا اقدر اكلمك عن التجربه بتاعتنا في ال تي في. في طبعا شويه مشاكل في الفيديو ستريمينج، بس هي المشكله الاكبر مش في مشكلتي كشركه، مشكلتي مع اليوزرز، لان هو اليوزرز عندهم مشاكل كتير في حته اللودنج تايم وال بتاع البلايرز او بتاع الويب سايت نفسه، لان حتت كتير في مصر لسه ما وصلهاش انترنت سبيد عاليه. ناس كتير بتشتغل جدا على باقه الموبايلات اللي هي الى حد ما بتخلص وبتبقى بعد كده فيري ليميتد سبيد، فهي دي اكبر مشكله في الموضوع نفسه في الفيديو ستريمينج. مش يعني مفيش مشكله عندي كشركه في الخطوط، بس قد ما هي في مشكله في ناحيه اليوزر ان هو يقدر يلود ويتفرج براحته عشان الباقات المحدوده اللي على الموبايلات واللي موجوده برده حتى في الانترنت المنزلي اللي مش واصل لكل حته ستيل. لان مصر بلد قويه، يعني مصر من 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 اكتر البلاد اللي ستيل رغم ان احنا في انترنت ضعيف، بس احنا عندنا فيري اكتيف يوزرز على الاونلاين بلاتفورمز سواء الفيسبوك او اليوتيوب، بيكونسيوموا كميات فيديو كتيره، بيبقى على طول عندنا في نيد للميديا دي. بلس ان شركه ال تي في مش قايمه بس على فكره ان احنا بنبروديوس فيديوهات لليوزرز عشان يشوفوها، قايمه اكتر عن ان احنا بنسبورت الكوميونتي بتاعت الكرييترز، ان احنا بندي ورك شوبس وبنعمل زي ايفنتس نجيب كرييترز من المجتمع نفسه، يبداوا يطلعوا يقولوا الحاجات، يعني يصوروا ونديهم ورك شوبس يقدروا ان هم يصوروا ويعملوا وان مان كرو مع نفسهم. فكان الاكتر ان احنا بنحاول نسبورت الكرييتيف كوميونتي في مصر اكتر من ان احنا عايزين نبروديوس كونتنت. دي حاجه. طبعا الكونتنت برودكشن جزء منها، وزي ما قلت لك مصر حتى بالتحديات اللي موجوده في الانترنت هي ستيل قادره ان هي الناس بتخش وبتشوف الحاجات بكميات كبيره وبنكونسيوم محتوى كتير على الانترنت.